وحول سياسات ترامب أيضا أعلن قاضي التحدي في هاواي أن هاواي ستوقف تنفيذ النسخة الجديدة للمرسوم الرئاسي بمنع دخول مسلمي ست دول أو مواطني ست دول للولايات المتحدة، وهذا يعني أن المرسوم الجديد لا يمكن تنفيذه في الولايات المتحدة على الصعيد الوطني. أعلن القاضي الاتحادي ديريك واتسون في جلسة استماع لمحكمة محلية حول المرسوم الرئاسي الجديد بشأن حظر السفر يوم الأربعاء بأنه سيوقع على أمر تعليق تنفيذ النسخة الجديدة للحظر الذي سيبدأ تنفيذه من يوم الخميس. وقال وزير العدل لولاية هاواي دون شين إن النسخة الجديدة للمرسوم الرئاسي يشتبه بأنها ضد فئات معينة، وبالتالي أعلن قاضي اتحادي في هاواي بوقف تنفيذ النسخة الجديدة لهذا الأمر. إذا أصدرت الحكومة الاتحادية مرسوما لحماية أمننا وأمن الوطن ليشعر الشعب في ولاية هاواي وأوريغون بالأمان، فسوف ندعمه بكامل جهودنا. ولكن كل هذا لا يمكن أن يبني على أساس تمييز ضد جنسية أو دين معين. وفي هذا الصدد قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن دستور الولايات المتحدة وقوانينها يمنحان الرئيس السلطة تعليق الهجرة، ووقف محكمة هاواي تنفيذ قرار حظر السفر الجديد هو سلوك تجاوز السلطة من النظام القضائي، وأضاف أنه سيقوم بمحاربة هذا القرار. بعد أننا ضعفاء بسبب هذا القرار في هاواي، علينا أن نركز على حدودنا ونعارض هذا القرار السيء. حتى ولو وصل الأمر إلى المحكمة الفيدرالية العليا، سنقوم بمحاربته إلى النهاية. دخل قرار حظر السفر الجديد حيز التنفيذ في 16 من الشهر الجاري، وكان يقضي بمنع دخول مواطني ست دول وهي السودان وسوريا واليمن وإيران والصومال وليبيا من دخول الولايات المتحدة مدة 90 يوما، علاوة على منع دخول المهاجرين من جميع العالم مدة 120 يوما. أجرت حكومة ترامب بعض التعديلات لمحتويات قرار حظر السفر الجديد بعد تجميد القرار القديم الذي أصدره ترامب في يناير من قبل المحكمة الفيدرالية الأمريكية. مع ذلك ما زال يسبب هذا القرار الجديد في اندلاع موجة من المظاهرات المعارضة لترامب في مختلف الولايات، وقد أعربت العديد من المدن معارضة هذا القرار بوضوح بما فيها هاواي وواشنطن ونيويورك.